اهلا وسهلا بكل متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. الطفله اميره الرفاعي طالبه بالصف الثالث في الابتدائي ابهرت جموع المشاركين في حفل مسابقه مركز محمد بن عبيد المكتوم بدوله الامارات العربيه لحفظه القران الكريم، وكانت سبب في حاله من الفرحه والسعاده لاسرتها، ومش بس اسرتها ولكن للشعب المصري كله بعد فوزها بالمركز الثاني على مستوى العالم في حفظ القران الكريم. احنا دلوقتي في تلفزيون اليوم السابع معانا الطفله اميره علشان نبارك لها، ومعانا كمان استاذ سعد البربري خالها اللي كان حاضر معاها وسافر معاها لحضور المسابقه. بنقول له اهلا بيك يا استاذ سعد ومنورنا، وبنبارك لك وبنبارك لاميره الفوز بالجائزه. حقيقي شرفتونا، شرفتوا مصر كلها. الله يخليك يا استاذنا، والله هو شرف لنا كلنا ان احنا مع حضرتك، وطبعا ده القران الكريم احنا بنتمنى ان يكون اميره تتكرم برضه هنا في مصر. وبعدين اميره بسم الله ما شاء الله حافظه القران كله في ست روايات، ولما رحنا الامارات دبي بصراحه قابلنا هناك لما لقوا سنها صغير كانوا مبسوطين بقى جدا، لان هي كانت اصغر متسابقه في المسابقه كلها. طيب عايزينك تكلمنا شويه عن تفاصيل مشاركه اميره في الجائزه والفوز بالمركز الثاني، يعني انتوا عرفتوا عن المسابقه ازاي وازاي قدمتوا؟ والله حضرتك هي والدتها متابعه لان بتدخلها في مسابقات كتير، فبتخش على ايميلات المسابقات، فلقت المسابقه دي. او على فكره اول سنه تتعمل الشيخ محمد بن عبيد، اول سنه يعملها للسنه دي. فهي دخلت، والدتها دخلت على الايميل بتاع المسابقه وقدمت لها. فهم لما قبلوها امتحنوها على ثلاث تصفيات، لان كان حوالي 2000 متسابق من جميع انحاء العالم. اعمارهم قد ايه تقريبا؟ يعني احنا بنتكلم اميره في ثالثه ابتدائي. يعني اللي طالعه الاولى عليها دي من دوله، هي مصريه بس مقيمه في دوله الامارات. عمرها حوالي 19 سنه او 18 سنه. يعني احنا بنتكلم في اعمار متفاوته، مش نفس الفئه العمريه بتاعت اميره. يعني اميره في ثالثه ابتدائي، يعني الفرق بينها وبين اصغر واحده في المتتابعين معاها حوالي 10 سنين. ربنا يبارك لكم فيها يا رب ويحفظها. الله يخليك. عايزين نكمل بقى كلامنا عن كواليس اللي حصل، يعني خلاص هي اميره تم الموافقه عليها واشتركت في المسابقه. انتوا سافرتوا امتى وايه اللي حصل لما سافرتوا لحد ما شاركت في المسابقه وتم اعلان فوزها؟ امتحانها طبعا اونلاين، فطبعا كانوا بيقولوا لها تقعدي في زاويه في الغرفه وما فيش حد، ممنوع يكون حد معاكي، وعينك على التليفون ما تبصيش يمين ولا شمال. كانوا اول مره سالوها 5 اسئله. صحيح. فخلاص تكتم على كده امتحنت خلاص، وقعدنا حوالي 15 يوم لانهم بيرنوا عليا تاني بيقولوا مبروك اميره نجحت ووصلت للتصفيه الثانيه. فبرضك جم ادونا ميعاد التصفيه الثانيه، وفي نفس المكان برضو تقعد في زاويه في الغرفه والتليفون في وشها وما تكلمش حد وكده، وامتحنوها. وبرضو قعدوا 10 ايام او 15 يوم لما لان هناك مثلا في كبير المسمعين او كده اللي هو بيدي الدرجات بتتعرض على كام واحد، الاسئله اللي سالته ورد فعلها على السؤال وكده. فالحمد لله برضو جابتها في التصفيه الثانيه، وبعتوا لنا برضو بعدها ب 15 يوم قالوا مبروك اميره نجحت، ودي اخر تصفيه اللي هي التصفيه الثالثه بقى دي. اللي هي دي التصفيه الاخيره. التصفيه الاخيره. التصفيه الاخيره دول سالها 3 اسئله. ايه بقى اللي حصل في التصفيه الاخيره؟ هو سالوها 3 اسئله في ال في المتشابهات وحاجات زي كده، والحمد لله برضو نجحت بامتياز. و دخلوا لها جم بعد كده بحوالي 10 ايام بعد ما انت نجحت برضو، قعدوا 10 ايام واتصلوا علينا قالوا مبروك اميره نجحت، وان شاء الله انتوا هتيجي الامارات وبس تبعتوا لنا صوره جواز مرافق لها وصوره جواز. فعملنا لها جواز وانا خالها برضو عملت جواز، والدتها قال لي روح مكاني وكده، فانا عملت جواز وهي عملت، وبعتوا لهم الصور وقعدوا حوالي 2 شهر وبعتوا لنا الفيزا والتأشيرة وكل حاجه والحجز وكل حاجه، هم كانوا حاجزين الطيران وكل حاجه. جميل. فكان ميعاد السفر كان يوم 13/9، يوم الاثنين 13/9. 13 سبتمبر اللي هو الشهر الجاري. 13 الشهر اللي احنا فيه. رحنا هناك، وصلنا في المطار لقينا بعت لنا الفندق اللي احنا هم حاجزين لنا فيه، بعت لنا سواقه عربيه يعني وكده، وواحد ماسك يافطه بيقول لمسابقه بن عبيد تحفيظ القران. محمد بن عبيد، الشيخ محمد بن عبيد لتحفيظ القران. احنا جايين تبع المسابقه، فاخذنا ودينا الفندق، والشيخ محمد بن عبيد مشكورا كان عامل لنا عشاء يومها وبعت لنا العشاء الفندق. فطبعا في الفندق ونزلنا، وجيت تاني يوم الصبح لقيناهم بيرنوا علينا ونزلنا،
خدناه في باص. طبعا احنا المتابعين كلهم اللي هم ناجحين كلنا، في ناس من الجزائر وناس من المغرب وناس من السعوديه وناس من ليبيا وناس من اندونيسيا حاجه زي كده. يعني كان في اداء معانا ناس كتير. فخدنا ودونا الرحله، رحنا برج خليفه ورحنا كم مكان كده زرناهم وتعشينا في مطعم برضه فخم هناك. طيب. ورجعنا الفندق تاني، وتاني يوم برضه كانت فسحه في متحف المستقبل. طيب. عاوزينك سياحيه هناك في الامارات يعني. عاوزينك تكلمنا بقى عن يوم المسابقه، اليوم الاخير خالص قبل ما ترجعوا مصر، اللي هو قبل اعلان فوز اميره. كان يوم الخميس، وجينا طبعا في الاعلانات هم اعلنوا اللي هم الاول على القران الكريم كله في الاول، وهم على اميره لما اعلنوا. فكان الشيخ، كان في شيخ معانا هناك من الامارات وكنا ناس معانا، عرفوا قعدوا معاها وسألها أسئلة كتير فكانت بتجاوب وانبهروا منها لأنها حافظة القرآن كله ما شاء الله، وحافظة بست روايات، بثلاث قراءات بست روايات. فكانوا مبهورين جدا لأن سنها صغير. وبسم الله بيقولوا لي مين، طب مين اللي، قلت لهم والله هي والدتها الأسد مخها كويسة في الحفظ وبتحفظ بسرعة. والشيوخ طبعا كلهم اتجهوا لها. فبسم الله ما شاء الله هي حافظة القرآن كله في سنة ونص ما شاء الله، ربنا يحفظها. يا الله يخليك، حافظت من يعني وهي ست سنين ونص لحد الثمان سنين كانت حافظة القرآن كله. بدات بعد كده لما لعبت الشيخنا ووالدتنا لما لعبت التجارب معاهم بداوا يدخلوها في القراءات وكده. فلما رحنا مرات حضرتك ولقوها حافظه القران كله وبالتجويد وبسم الله ما شاء الله، اي سؤال بيسالوها بسم الله ما شاء الله الحمد لله كانت بتجاوب على طول يعني. انتوا كنتوا متوقعين فوزها بالمركز الاول او الثاني او الثالث؟ المركز الاول. كنتوا متوقعين فوزها بالمركز الاول؟ كنا متوقعين فوزها بالمركز الاول لان هي بسم الله ما شاء الله ما بتقعد ما بتغلطش يعني، ما غلطتش معاهم ولا غلطه في الكم مره اللي امتحنوها فات ثلاث مرات. احنا كنا قاعدين بره وهي قاعده جوه والدتها جنبها كده، فكانت ما غلطتش ولا غلطه الحمد لله. طيب احنا بقى عاوزين نكلم اميره امبارك لها بنفسنا ونتكلم معاها شويه عن كواليس فوزها بالجائزه. اميره تعالي يا اميره، اتكلمي يا اميره يلا، بس هي بتتكسر شويه استاذ معلش، اتكلمي يا اميره معلش. ماشي. اميره ازيك؟ منورانا في تلفزيون يوم السابع، الف مبروك. كلنا فخورين بيكي وبالانجاز الجميل اللي انت عملتيه، شرفتي مصر كلها ومصر كلها والشعب كله بيتكلم عن الانجاز الجميل اللي انت عملتيه. طيب عايزين بقى نتكلم معاكي شويه عن احساسك بالفوز بالجائزه، حسيتي بايه بعد ما فزتي بالجائزه؟ سمعني يا اميره؟ كنت فرحانه جدا وكنت مبسوطه قوي. انت كنت متوقعه ان انت تفوزي بالمركز الثاني؟ لا الاول، كنت متوقعه ان افوز بالمركز الاول. يعني انت كنت متوقعه الفوز بالجائزه بالمركز الاول. ايوه. تتعوض ان شاء الله المره الجايه ومسابقات كتير جايه ان شاء الله تفوزي بالمركز الاول لان انت شاطره ومميزه الحقيقه. عاوز بقى اتكلم معاكي شويه عن بدايه حفظك للقران الكريم، انت بداتي امتى تحفظي القران؟ انا بدات وانا عندي ست سبع سنين. وحفظتي او ختمتي القران كله في مده قد ايه؟ يعني خد منك فتره قد ايه لحد ما قدرتي تحفظيه وتتقنيه كله بشكل كامل؟ سنة ونص. طيب مين كان بيساعدك في الفترة ديت؟ ماما. ماما اللي كانت بتساعدك. طب كنت بتحفظي على ايد ماما ولا كان في حد من المشايخ كنت بتتابعي معاه بشكل مستمر؟ لا كان في شخص كان بيديني كنت بتابع معاه. بس اللي كان بيحفظني اكتر كانت ماما، هي اللي كانت بتحفظني. يعني نقدر نقول ان ماما ليها فضل طبعا كبير في فوزك بالجائزه بتاعت الامارات. ايوه. ربنا يخليها لك يا رب ويحفظك. كنت عايز اسالك سؤال تاني قبل ما اقفل معاكي، انت حصلتي على جوائز ثانيه غير الجائزه اللي بنتكلم عنها في تغطيه جائزه الامارات؟ ايوه. كانت ايه بقى وكلمي لي عنهم شويه. انا كنت زارعه سنه على محافظه الغربيه العاشر على الجمهورية. في مكافحة المصر الأصغر. أنا سامع صوت ماما جنبك، أنا ممكن أكلمها؟ السلام عليكم. إزي حضرتك؟ عليكم السلام. الحمد لله. منورانا في تلفزيون اليوم السابع وربنا يحفظ أميرة يا رب ويبارك لك فيها. الله يخليك، الله يخليك. إحنا طبعًا بنشكرك لأن أميرة أكدت لنا إن كان ليكي الفضل الأكبر في حفظها آيات القرآن الكريم وفوزها بكل المسابقات اللي هي شاركت فيها وآخرها مسابقة الإمارات. الله يخليك. طيب عايزين نعرف من حضرتك. الحمد لله هي عندها موهبه الحفظ يعني، ف لما احنا بدانا يعني وهي عندها سبع سنين من الشهور كده وختمت وهي عندها ثمانيه
او 8 ونص يعني كده، ما خدتش فتره كبيره يعني. ما شاء الله. طيب كنا عايز اعرف بقى يعني ابرز المسابقات اللي هي كانت شاركت فيها قبل كده وقدرت انها تحصل على جوائز فيها. هي المسابقه يعني مثلا يجي 5 مسابقات في المركز بتاعنا كانت كلهم المركز الاول. وجات في مسابقه في زفته، في زفته على مستوى المحافظه محافظه الغربيه. ايوه. بس المسابقه دي ما كانتش يشترك فيها فيلم، يعني كانت لحد 30 سنه. ما شاء الله. كانت المسابقه دي كانت 3 تصفيات برضو، يعني كل تصفيه يعني بياخدوا المتوسط بتاع الثلاث تصفيات. اول تصفيه وثاني تصفيه كانت هي المركز الاول، جت في اخر تصفيه في متسابق يعني عنده 25 سنه سبقها بثلاثه من عشره. كانت جايبه فيها 97 و6 من عشره. مستوى المحافظه. بما انك بقى يعني نقدر نقول العامل الرئيسي في حفظ اميره القران، بتنصحي ايه اي حد عاوز يقدر ان هو يحفظ القران الكريم خلال يعني فتره وجيزه؟ والله النيه اهم حاجه، النيه ويكون عنده دافع ان هو يحفظ القران، هيلاقي الامور سهله جدا يعني. اهم حاجه الدافع. ايوه. طيب اميره بتقدر تقرا القران بكام روايه؟ هي بست روايات. بست روايات ما شاء الله. معاها قراءة الإمام نافع روايين، قالون وورش، ومعاها ابن كثير بالبزي وقنبل، والإمام عاصم حفص وشعبة. بسم الله ما شاء الله عليك، يعني دايما ناجحة ومتألقة ونموذج يحتذى به. بنشكرك شكرا جزيلا، ومن نجاح لنجاح بإذن الله خلال يعني سنوات عمرك المديدة بإذن الله. وبنشكر والدتك وبنشكر أستاذ سعد البربري على دعمه ووقوفه جنبك لحد ما قدرت أن تفوزي بالجائزة. وبشكركم كلكم على وجودكم معنا في تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع.